ضربوني خدوه. بصوا يا جماعه، دلوقتي في مسابقه حلوه قوي قوي. طب يا اسراء، دلوقتي فين الناس اللي كسبت امبارح؟ هنعلن في بالليل في لايف الساعه 12 مين اللي كسب. النهارده الساعه 12 بالليل في اتنين كسبانين. ايوه، واسراء قررت تدعم النهارده قناه كمان، واتنين تانيين هيبقوا كسبانين. ايه هي القناه؟ قناه فاميلي. القناه دي يا جماعه لينكها موجود فين؟ الوصف تحت. في الوصف تحت. كل اللي عليكم هيعملوا ايه؟ هتخشوا تشتركوا في القناه وتبعتوا لنا تم اكرامي او تم اسراء عشان نعرف مين اللي اشترك في القناه بتاعتكم. طب يا اسراء انا عملت طب يا اسراء انا عملت كل الشروط وما كسبتش برضه. ان شاء الله في مسابقات جايه كتير جدا هتكسبوا فيها. النهارده كده هنعلن عن اربعه فايزين. اربعه فايزين مكسرين، مستنيين ايه؟ يا جماعه خشوا دلوقتي وانت قاعد ما تكسلش. انزل كل اللي عليكم ان انتوا تشتركوا بس وانت قاعد. يا سيدي لو ما كسبتش ما غيرك بيكسب. هتكسب. لو ما جاش الدور عليك جايز النهارده يبقى الدور على مين؟ عليه. جايز بس بنت ولا ولد؟ لا ولد. انا بقى هختار بنت. المره اللي فاتت انا كسبت، وانا المره دي هختار بنات. خلاص ماشي، عشان ما نتخانقش. كل الناس تخش دلوقتي حالا على قناه فاميلي، اعملوا لهم اشتراك وتعالوا قولوا لنا يا ايه، تم يا اسراء او تم يا اكرامي، بس هنعرف ان انتوا اشتركتوا علشان ان شاء الله حد منكم هيكسب. واستنونا النهارده بالليل الساعه 12 بسرعه. يلا حالا فجروا الدنيا، لايكات وكومنتات وشير. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. قبل ما ابدا الفيديو النهارده مش اشتركك في القناه اتفرج عشان اوصلكوا كل جديد. محتاجين من كل الناس نوصل 2 مليون. مليون. 2 مليون. 2 مليون بيكم، وده لازم يحصل ان شاء الله. كل اللي عليك وفعل الجرس. دلوقتي اسراء المفروض ان هي عند مين؟ عند الدكتور. طبعا سايبه معايا فريد. اوه ماي. حلو جيمس بوند. قررت ان انا اعمل ايه؟ قررت ان يجي عليا حراميه ويعملوا ايه فريده؟ ويخطفونا ويخطفوا فريده. طبعا فريده هتخطف يا جماعه. فريده التاني يوم بتساعدني في المقلب ده. فريده هنعمل ايه في اسراء؟ هنعمل مقلب. يلا بينا. مارادونا طبعا عشان ندخل في مارادونا وسيف. مارادونا طبعا هي قصدها ان احنا داخلين على رمضان، فيلا نعمل مقلب قوي جدا في اسراء. هنثبت كاميرتنا وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هنبدا دلوقتي يا جماعه نفرتك لاسراء الشقه عشان يبقى منطقي جدا لما هي تيجي تعمل ازاي؟ وتتخض وتصوت ويقوم عليها ازاي؟ يقوم عليها كده، قوم عليكي. ايه ده؟ اسراء قومي يا اسراء. انا ما تخافيش يا اسراء، ما تخافيش يا سوسو، ما تخافيش. يلا بينا نكركب ونوقع على قد ما نقدر. تعالي كوش. تعالي. طبعا الكرسي ده تمني مظبوط معايا واظبطه وقعي وقعي حاجه على وقعي المفرش وقعي المفرش اللي عندي ده اهو. ايوه بتاع الارض حطيه. استني يلا قوم بسرعه اهو. تمام. ايوه شاطره. بقول لك ايه، استني والله العظيم على عيني ان انا احط دراعي في الارض. استني لا كله اللي وشوشه نسيت درع واحد. تعالوا بسرعه حط. تعالي فوفا. ماشي. بقول لك ايه، تعالوا على جوه. تعالوا يلا. طبعا الحاجة الغريبة اللي هي مش متوقعها اصلا ايه هتطلع التلفزيون بره. انا مش عارف بس هطلعه. استني فوق. حاضر. قبل ما جه يسرق مسكت رجليه وخدت منه اخر حتة في التلفزيون. وقعي فوق. وقعي كمان شاطرة. ارمي المخدات على الارض. استنوا. تعالوا نخلي ده هنا بقى. ايوه. بص يا داليا، انا عايز اقول لك ان انت ليكي الجنة. ان انت بتساعديني دي اختك. الحاجة التانية اول ما اقول لك يلا يا فريده تعالي، لما اسراء تعالي تعمل كل حاجه بتاعتي هتيجي تعمل لها ايه؟ ما ضيعتش اسراء. احنا اسفين. طول ما احنا عايشين هنعمل ايه؟ هنعمل فضيحات كتير. طبعا مستغربين الكاميرا اللي بره دي جت منين؟ الكاميرا دي عشان داليا بتصورنا من بره. بطلوا ذكاء. هنسيب دلوقتي الباب مفتوح وايه؟ وهنعمل ايه؟ بس قبل ايه نبدا النهارده، تعالوا اوريكم الفانوس والحاجه احنا عملناها امبارح عشان اللي ما شافش امبارح اهو. يلا بقى بينا دلوقتي مرحله التنفيذ. ثبت الكاميرا. داليا رد عايزه كده. ايوه. انا عايزك تنزلي تستخبي. طيب ما تظهريش غير لما اسراء يغمى عليها. يعني يا رب نغمى عليها. ربنا يستر. تعالوا معانا دلوقتي يا جماعه. اسراء خلاص على وصول، المفروض ان هي طالعه في الاسانسير. ربنا يستر ويكرم ويا رب ايه اللي هيحصل النهارده، انا مش عارف. المهم ساعدوني، اقفوا معايا، خليكم في الكومنتات. دلوقتي يا جماعه اسراء على وصول. يلا بينا نجهز. انا هقع في الارض وربنا يسهل. استنوا انا كده باين يا جدعان باين. عمال اتصل بيك.
ايه؟ اكرم حرامية طلعوا علينا. فريدة فريدة مش عارف. فريدة في بلطجيه طلعوا كاتبين عليا. فريده فين؟ فريده هتلاقيها جوه على السرير. لا جوه على السرير. جوه فريده. اه فريده. اه فريده. اه فريده. اه لقيتيها ولا لا؟ ما لقيتهاش؟ فريده فريده فريده. بنتي فين؟ ازاي تسيبوني؟ سيبوني يا ابني. فين فريده؟ قوم. هما ضربوها. فريده ضربوني وخدوها. ضربوني فريدة. اه يا فريدة. اه ضربوني وخدوها. ضربوني وخدوها. فين ادور عليها؟ فين ادور؟ فين؟ طب استني مش قادر امشي. يلا استني استديني. خد تعالى تبصي. هغسل ايه؟ لا 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 مش عايز. ايه 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 لا ايه 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 تعالي قومي هنا قومي هنجيبها. اه بص الحراميه فين؟ فريدة فين؟ فريدة بصي هقولك وانزل معايا كل الحوار. هقولك ايه حصل. هقولك ايه حصل يا رب يا بنتي. هقولك ايه حصل. الموضوع كله ان دول الناس انا خبطتهم بعربيه من كام يوم. سلطوا عليا ناس فخطفوا فريدة. اه بابا فين فريدة؟ اه يلا ننزل تحت. يلا ننزل تحت نشوف. تحت فين؟ يلا ننزل تحت نشوف. طب اقعدي ريحي. استنى 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 مش قادر. اصبري تعالي تعالي يا يحيى تعالي هتيجي ان شاء الله. قوم انا بلغت الشرطه. شرطه بلغت الشرطه. لا استنى بلغت الشرطه. ثواني ثواني حد يجيب ميه. حد يجيب ميه. فريده فريده حد يجيب ميه. اوعي تقلق الطرحة وربنا بصور وحياة ربنا بصور. ايه فريدة؟ ايه دلوقتي فين؟ هو كل يوم من ده يا فريدة؟ كل يوم نعمل ايه في اسراء؟ حرام عليك يا اسراء. تعيطيش يا بيضة. يا بنتي بصي يعني الحاجات دي كلها واقعة. طب ما لفتش نظرك التلفزيون اللي هناك ده واقف ليه لوحده؟ اسراء ما لفتش نظري. بصي اسراء بسرعة. يلا بصي اسراء طب عليها بسرعه. اتعلمت خلاص المقالب بقت قص الفساد. اللي في طرح في طرح في طرح طالع فيديو. حرام عليك. اللي حرام عليا بقى. حرام عليك. لا اللي حرام. اسراء اللي حرام. رد فعلك كده حلو قوي. ده انا قلت هتنتحر هتجيب سكينه ولا حاجه. اذا بس كده الحمد لله. الحمد لله بس كده. هتقولي لي ايه؟ هتقولي ايه؟ هتموتني ناقص عمر. ناقص عمر. فوفو كنت فين يا فريده؟ في المطبخ. يا واد يا واد. طب ما جاش بالي تبقى في الغسالة في المطبخ ولا حاجة. انزلوا معايا تعالوا معايا عند الدكتور. حرام عليك والله. انت عايز تعمل فيا ايه؟ مش عايز اعمل حاجة. مش عايز اعمل حاجة والله. ما عايز حاجة والله. ما عايز حاجة. مش عايز حاجة والله. ما عايز حاجة. ارشك بالكلور. الحاجة لا الحاجة في الشقة. الحاجة في الشقة. ارشك. الحاجة في الشقة واقعة. بصي ايه رأيك؟ اعرفك ايه؟ والدروع بتاعتي أهم حاجة. انت عايز تعمل فيا ايه؟ والله ما عايز حاجة. انت عايز تشيل. مش عايز حاجة. مش عايز حاجة والله. والله ما عايز حاجة. خلاص 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 خلاص. خلاص والله خلاص خلاص. استني بس. استني اتحرك. اقسم بالله يا عصبي. ايه رايك بقى يا مانو؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ اصبر عليا والله بركه فريده. والله العظيم اصبر عليا. انا ما وريتك والله العظيم وعيشتك يومين. ما انت عامله امبارح. انت امبارح بوظان شعري. بوظان شعري امبارح. انا كنت بحلق لك. بذمتك ايه رايك في الفيديو ده؟ يعني عارف انا والله العظيم كنت حاسه اقسم بالله ان انا روحي هتطلع. انا طب هيوصل لقد ايه؟ لمتى؟ ماشي كم؟ استنى على ايه؟ هيوصل لقد ايه؟ يا اكرم هطلعها عليك. وانا بحلف بالعظيم ان انا هطلعها عليك وهتلم كل الحاجات اللي انت بوظتها دي عشان مش قادر الم. انا مالي يا باشا مش هلم حاجه. ماشي. انا مش هلم اي حاجه. ما انا افسد شيء عليه اصلاح. انا الحراميه اللي افسدوا الشيء فانا مش عليا اصلاح. وانت مش انت اللي عملت كده؟ لا طبعا ده الحراميه. والله ايوه. فوفو تعملي ايه؟ قولي للناس هتوحشينا جدا. بتتفق مع ايه؟ وحشينا جدا. ما بتتفق ايه مع مين؟ بتفق مع ماما. قولي لها ايوه بتفق مع اكرامي طبعا. بتتفق ايه معايا؟ على منطق. ماشي يا فريد. يوصل قد ايه الفيديو يا اسراء؟ ب 100,000 لايك. 100,000 ايه؟ ب 100,000
عشان والله العظيم انا عامل فيه كميه مقالب محضره كميه. طب انا بقول لك قدام الناس استني بس هقول لك بس والله الفيديو ده لو وصل يا جماعه 50,000 لايك النهارده في مفاجاه حلوه جدا عشانكم بكره. ماشي مفاجاه حلوه جدا عشانكم بكره وهنعلنها في اللايف. سلام. ده انا بصوا يا جماعه دلوقتي في مسابقه حلوه قوي قوي. طب يا اسراء دلوقتي فين الناس اللي كسبت امبارح؟ هنعلن في بالليل في لايف الساعه 12 مين اللي كسب. النهارده الساعه 12 بالليل في اتنين كسبانين. ايوه واسراء قررت تدعم النهارده قناه كمان واتنين تانيين هيبقوا كسبانين. ايه هي القناه؟ ايه هي قناه؟ قناه فاميلي. القناه دي يا جماعه لينكها موجود فين؟ الوصف تحت. في الوصف تحت. كل اللي عليكم هيعملوا ايه؟ هتخشوا تشتركوا في القناه وتبعتوا لنا تم اكرامي او تم اسراء عشان نعرف مين اللي اشترك في القناه بتاعتنا. طب يا اسراء انا عملت كل شهود وما كسبتش برضه. ان شاء الله في مسابقات جايه كتير جدا هتكسبوا فيها. النهارده كده هنعلن عن اربعه فايزين. أيوة. اربعه فايزين مكسرين مستنيين ايه؟ يا جماعه خشوا دلوقتي وانت قاعد ما تكسلش. انزل كل اللي عليكم ان انتوا تشتركوا بس وانت قاعد يا سيدي. لو ما كسبتش ما غيرك بيكسب. هتكسب هتكسب. لو ما جاش الدور عليك جايز النهارده يبقى الدور على مين؟ عليه. بس بنت ولا ولد؟ لا ولد. انا بقى هختار بنت. المره اللي فاتت انا كسبت وانا المره دي هختار بنات. خلاص ماشي عشان ما نتخانقش. عشان ما نتخانقش. كل الناس تخش دلوقتي حلقه على قناه فاميلي اعملوا لهم اشتراك وتعالوا قولوا لنا يا ايه تم يا اسراء او تم يا اكرامي بس هنعرف ان انتوا اشتركتوا علشان ان شاء الله حد منكم هيكسب. واستنونا النهارده بالليل الساعه 12 بسرعه. يلا حالا فجروا الدنيا لايكات وكومنتات وشير. سلام.